القرية الثانية أمام المغرب الفاسي والرجاء الذي يستضيف شباب الريف الحسيمي، فيما هناك ثلاثة ديال المواجهات اللي تم تأجيلها بحكم المشاركة ديال الأندية الوطنية على المستوى الإفريقي. تبع المحاولة داخل المعترك، الحكم شنو كيقول؟ والحكم كيقول هناك ضربة مرمى، هناك احتجاج من اللاعب بادي وكأكيد اللي سقط داخل المعترك. الحكم كان قريب من العملية فكي يطلب من اللاعب بديعو انه يواصل اللقاء. اكيد غنتابعوا الاعاده. لاحظوا اللاعب النيه انس النيه هو اللي كان في احتكاك مع اللاعب. مره اخرى نتابع حكم، لاحظوا لانه حتى الحكم كان قريب لمستوى المباراه. سفيان زكريا في الجهه اليمنى، اللاعب الزيدي ثم عبد الحفيظ ديركي. ديركي كيمرر بديعوك والحكم كيقول لك ضربة مرمى. مستوى الإدارة التقنية المساعد هو هلال الطير اللي اشتغل مع فريق الرجاء. تبعوا المحاولات سيدي ديال حمدي العشير، خطيرة شيبان تراوري. شيبان تراوري كان أمام المرمى، كنقول بأنه كان تباطؤ ديال المهاجم الماري اللي فودي كاميرا. كتوصل الكره لحمدي العشير، حمدي العشير بالرابع، مشى بالرابع. هذه محاوله لفائده فريق النهضه البركانيه اللي كيتهضر المسانده، كيمرر عند اللاعب الفرنسي روي كونتوش وغادي يعمل كان تباطؤ. هناك خطا بالفعل، خطا ضد اللاعب الفرنسي روي كونتو اللي كان تباطؤ واضح على اللاعب الفرنسي اللي كان بامكانه انه يعني لاحظوا انه يسدد او يمرر. كانت قراءة كذلك جيدة ديال اللاعب ياسين كارين فعل عند عبد الحفيظ ديركي. طريقة شبيهة باش خدع الكرة اللاعب كونتو والحكم يعلن على الخطأ ديال اللاعب الفرنسي. مرة أخرى للخطأ للحكم موسم على المستوى البدني وعلى المستوى التقني. هذه محاولة من الجهة اليمنى، محاولة شيبان تراوري. تراوري الرأسية ديال شيبان تراوري ولكن يعني ما تعاملش معها بالشكل الجيد المهاجم المالي، وبالتالي كتضيع هذه المحاولة من فريق النهضة البركاني. الآن دائما محاولة الفريق البركاني، هناك يعني سقوط، كان سقوط ديال اللاعب حمدي حاول لفائدة فريق النهضة البركانية. حمدي العشير من الجهة اليمنى كينتظر المساندة شيبان تراوري ولكن الكرة كتوصل لهشام المجهد. فودي كاميرا الحكم كان على خطأ لفائدة المهاجم الإيفواري.